رح نحكي كثير عن شو عملت استاذ فؤاد شرف الدين، بس خلينا هيك نعمل مثل مقدمه لو سمحت للجمهور عنك. ضيفنا نجم لبناني كبير فؤاد شرف الدين، هو زينه اللقاءات التلفزيونيه بالهيبه والوسامة اللي ما غيرتها الشيبة أبدا، بل بالعكس زادتها وقارا. النجم السينمائي اللي جعل من السينما اللبنانية حكاية وقصة وأكشن وصورة وحدث، هو النجم اللي أرخ لبنان بالحرب ومجتمع لبنان بالحرب ووسط الدمار. كأنه مبارح هي المحطة الجديدة بعيون بيروت رح تستضيف النجوم بالفترة الذهبية وبالزمن الذهبي للبنان بفترة الحرب قبلها وبعدها، ومنها النجوم يلي انطبعوا بذاكرتنا. وأنت نجم مش بس بلبنان اللي بنفتخر فيه، أنك نجم عربي وبمصر كمان محبوب كتير. فؤاد شرف الدين أهلا وسهلا فيك. أول شيء شكرا جدا 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 على هالمقدمة، تستاهلها طبعا، عيونك المحبين بيشوفوا هيك، وشغلة بعتز فيها كتير، بعتز كتير أني أنا هيك. أهلا وسهلا فيك فؤاد شرف الدين. يعني مثل ما قالت ريتا، كل هالسنين ما غيرت شيء، إذا فينا نقول، إذا بدنا نحكي عن إعجاب وحب الجمهور لإلك ولشخصيتك كممثل أيضا، بس حسينا أنه إطلالاتك الدرامية خفت كتير ونحن كنا مشتاقين لنرجع نشوفك على الساحة. من وين التقصير؟ فينا نقول أنه أخذ هيك شوية وقت لإلك أو الساحة مش عجبتك؟ لا، هون هدول بس بمصر موجود. هودي لا، هودي أجوبة تقليدية أنه أخذ راحة. لا أصلا ما حدا بياخذ راحته، أصلا بالنهار يعني العنوان تبعهم كان بصفحة لإلي، بشكرهم جدا يعني. فؤاد شرف الدين كابتن لا يتعب، فما بكير كثير على الراحة بالنسبة لي. أنا عم بحكي بالنسبة لي شخصيا. هلا اطلالاتي ما لح اقول اجاني كل هالسيناريوهات اللي انعرضت، لا، اجاني سيناريو كندا عملته مثل ما تخيلت رح يعمل مع الناس ومع المشاهدين، ورح يشوفوه الناس اللي ما كتير بيهتموا بالدراما اللبنانيه، معروفه بخلينا نكون واقعيين انه نفس الحكايات ونفس القصص. في شيء بالحياه غير الحب وغير الخيانه وغير وغير. اجا كندا قريته، حبيته، حبيت جوا اللي فيه الخطوط العائليه اللي موجوده مع وجود السسبنس، اخوي واولادي يلي واحد مش ابني واحد شافوه الناس، اكيد شافوه، بعتقد اكبر قدر مشاهده كان كندا. وطبعا الاشخاص اللي كانوا معي الزملاء كانوا كلهم على قدر المسؤوليه. هلا على صعيد من بعده عملت حلاوة الروح، المسلسل العربي حلاوة الروح، بعتز اني اقول، ما بعرف ليه، انا ما بعرف ليه، انه خلص هو بعيد الاضحى، بعيد رمضان عفوا، بعيد رمضان خلص يعني بعيد الفطر. رجعوا عادوا العشر حلقات الاخيره او ال11 حلقه اللي انا فيها، بس ما عادوا المسلسل، ما عادوا كله، ما عادوا المسلسل، عادوا ال11 حلقه. بيظهر اني اضفت شيء للمسلسل مع وجود كان كثير ناس حلوين وطيبين والتصوير كان حلو والمخرج شوقي الماجري. انا كنت اقول لغايه هلا، لغايه قبله كنت اقول كارولين ميلان اخذت من فؤاد شرف الدين أكثر بكثير من ما أنا بتخيل عندي بتعاملها. المخرج هو الأساس، كل ممثل عظيم وبيحبوه الناس في مخرج وراء أعظم وبيحبوه الناس أكثر لو ما بيشوفوه. هذه كلمة لإلي ومشهورة، أني المخرج أنا بعترف فيه. فلا، شوقي الماجري عمل مثلها بتهذيبه وبتقديره للي قدامه، بملاحظاته الشيك، مش ملاحظات انه شو. اصلا انا فتت على سبيل النكته، انا ما بعرفه شخصيا، فسلمت انا اللي شفته بالست وعم يعطي اوامر، سلمت عليه كيفك استاذ شوقي، يعني طلع مش شوقي. قال لي لحظه، انا مش استاذ شوقي. قام اخذني، شفت المخرج قاعد وحاطط بارافان، ما بده حدا يشوفه، حاطط بارافان وحاطط الهيدفون
وبايده. بعدين انتبهت انه هو لانه كيف بيتحركوا كلهم برا بيعطي الملاحظات كل واحد حاط ايرفون من الاكيب كثير عجبني الشغل حاطط يعني هو بيعطي الملاحظه الكل سمعها اي كاميرا بتقرب اي كاميرا بترجع الى اخره الى اخره الى اخره قاعد متواضع ملاحظاته بيجي بيوشوش بالديني ما بيخلي حدا يسمع بعدين بيقول للممثل اللي انت كيف بدك تقولها ايه لا حلوه قولها اكيد بياخذ مني كثير بيعطي الفرصه لما يكون الكل مثل بعضه كل واحد بيعطي اخذ مني كثير مثل ما اخذت مني كارولين هلا اخوي يوسف اخوي يوسف مشكلتي معه مش مشكله يعني هي اخوي يوسف يعني بهمه انه نط من الطياره ايه نطيت فوت بالازاز فت بالازاز هدول اللي اشتغلتهم مع اخوي يوسف ايه يعني الاكشن طبعا هو اللي ورا شهرتي الاساسيه ما نحن كنا بزمن اكشن فالسينما كانت لازم تكون اكشن لو زمن رومانس كنا عملنا رومانس وكنت عم تعطي اللي حابين الناس يوصلوا له اللي انه دائما البطل عم يقضي على كل شيء لان بالحياه الطبيعيه ما كان في هيك ايه ما انا لما بوصل لشهادات معلش وانا عم بحكي عن اشخاص طيبين بوصل لشهاده العميد الله يطول بعمره ابو زكي عصام ابو زكي كان قائد سريه الطوارئ بهداك الوقت اليوم عميد متقاعد يعني جمع العسكر لانه على اثر فيلم القرار انا بالقرار للي حاضر بعتقد كثار اللي حاضرين بعتقد فانا في مسلح قرار عم نحكي بالثمانينات ايه ففي مسلح فات كامش البنت اللي ورا الكاشيه والرشاش براسها ومعه مسلح ثاني ومسلح ثالث وعم بيشلحوا المحل يعني سوبر ماركت اللي هو سوبر ماركت بوري بجل الديب فبيجي انا المفترض انه نحن فرقه خاصه رح بحكي بس هيدي ما رح بسترسل فبس لاقول شو عملت افلامي مع الدوله وللدوله شو عملت افلامي معنويات يلي بعد لهلا رجال الدوله مش عم بيامنوا انه التمثيل او الافلام اللي بتعطي معنويات هي واجهه كثير لها تاثير ففوت من الازاز انا يعني ما في طريق فت له لانه هون بصيرني بوجهنا فانا بالرئيس الفرقه الخاصه ففت له من الازاز وطبعا رحت على المستشفى من بعدها شغله معروفه يعني فت له من الازاز مع الرولين بول مع الى اخره يعني غيرت الوضع صار الوضع بايدنا نحن اوكي فصار انه بعد فتره شهر شهر ونص بوليس من 16 مار قدام سينما سارولا كان في محلات ما بعرف اذا بعدها اسمها جيلار ببيعوا تياب نفس الحادثه عم بتصير جوا قام فات من الازاز قام جماعهم وصار حادثه ثانيه دوريه لل 16 طبعا كان زمن فوضى شافوا شويه مسلحين فنزلوا مثل ما هن بفتكر يعني مثل ما سامعيني عم بقول بالفيلم انه ما في مسلح غير رجال الامن ما في مسلح غير كذا القوى الامنيه الشرعيه فنزلوا وعملوا معركه هن وياهم قاموا ضربوه بسفن لمكتبه لعصام ابو زكي هو بالمكتب بعض المسلحين مين شو بدنا فيها فجمع العسكر وانا عم بحكي ويمكن يفوت على الهواء معنا ما بعرف اذا في نمره هواء جمعهم قال لهم ما تعملوا لي فؤاد شرف الدين كلكم نحن بزمن فوضى ما كلكم فؤاد شرف الدين اذا الممثل لما بينكتب له وضروري ينكتب بوضع مثل لبنان وهو بحب وهو استحصل بسنانه على لقب مواطن مش بس الهويه في كتار معهم الهويه بس مش مواطنين وعم يعملهم من قلبه فبيعطي معنويات لهال صح لهالرجال اللي المفروض يحمونا نحن بدنا نشوف اليوم بعدت عن الاكشن صرنا بمواضيع تانية اكشن الحياه يلي هو في كذا باب مثلا انت من الادوار اللي عم تلعبها اللي عم بعمله هلا صرخه الابرياء كمان اكثر بكثير ما عم بقول لك اكشن من نوع اخر هيدا اكشن اول شيء اكشن عالي جدا انساني ما بعرف اذا بنشوف شيء منه اكشن عالي جدا نحن اكيد بدنا نشوف شيء ثاني الوحده الثانيه صرخه الابرياء انكتب من قلبي مش من ايدي هو كتابتك واخراجك وبطولتك مع العلم عرضته على ثلاث مخرجين ما فهموا شو صار يعني ما فهموا السيناريو اللي عملوا لي اخراج بدنا نشوف شيء منه استاذ فؤاد وبنرجع بنحكي تفاصيل عنه اوكي لا.
قولي باي لدادي. باي. نبي حق لك تمر من عنا ولا لا يا شباب؟ لا هاتي حالاتي. تفضل تكرم عينك تكرم عينك. زحمة الطريق وليه كالتيار النحس. يلا على اهاليكم بلا مربى قرطة زعراب. دخلك شو هالقصة اللي عم اسمعها انه في ناس عم بيمارسوا ضغط على الاهالي ليبيعوا امريكون؟ الحقيقة لا على بكرة الصبح. تعال شوف يا زمك. يلا بسرعة. تبقى خلينا نشوفك. شو قصته هيدا؟ هيدا جارنا كان عنده مرة وثلاث أولاد، لما جينا لهون تهبط البيت عليهم وماتوا. أنت عميل. شو هو اللي بتكرهيه؟ سلاح سلاح الظالم. قدري أول مرة بعد ما سقطت أو سقطوا الدولة بالقوة وبالتشبيح وبالحواجز وبالحرام شلحونا مصرياتنا وأملاكنا. جهزي حالك بدك تلبشي. طيب قبت فوق شو فيها؟ يلا فرجيني شو. ها غريب. بدي سلم كاكو لعبة صغيرة حبيبي. طالع حتى أرعبه أخذني بالحضن ونسيني لشو جاي. بدك ما توخزني. أنا ما دخلني. الدليونيك. نعم. ايه روح اتخبى وراه. اركي مدد. لكن شو جاي تعمل عمو هون؟ يا جاي عبيروت تحرم هالكلمة الحرة. وحياتك عم نتغنى بالمدنية يلي كانت مغطية بقشرة شمع انكسرت. لا لا يا الله لا لا. اللي راح اللي راح ما بيرجع. هيك الزمن كاتب. ويا حسرة الغايب لو جرب يعاتب. الأيام الأيام ما بتسمع. العساد الطار بخام نار مشغول المصير
صرخه الموت يا على صوت بالنادي بضمي تعساد الدار دخان ونار ومشغول المصير صرخه الموت يا على صوت بالنادي بضمي نادي بضمي أستاذ فؤاد شرف الدين بدنا نقول لك مبروك لأنه عرفنا أنه خلص الفيلم وأخذ وقت طويل تصوير وأي متى بدنا نشوفه على الشاشات وشو تعليقك على اللي شفناه حسينا أنا وريتا أنه رجعت عشت الحالة وكأنه أول مرة أنت بتتابع هيدا الشيء بقدر أخذ دوركم سنتين ثلاثة بسؤال خذ دورنا فتح. كل وقت قولوا لي شو اللي ما فهمتوه من الفيلم وشو اللي ما مرينا فيه بالفيلم وضعنا اللبناني انتم طبعا ما بتتذكروا كعمار بس عم تقروا انتم مثقفين قولوا لي شو اللي اكيد ما فهمتوه. هو ما يعني اذا في شيء ما فهمته هلا اكيد نحن عم نشوف هون ست دقائق من فيلم بس نحن بدنا انه انت لا هودي التابلويات اي اكيد هذا الواقع هيك صار هيك صار هيدا اللي صار انه ليش ما ليش عم مين قال لك تمرق من هون شو مين سمح لك تمرق من عنا؟ مش هيك صار على الحواجز؟ صح طيب عظيم مش هيك صار ما كمل الجمله لانه انت عارفه خمس دقائق قال له لما جينا لهون كان عنا كان عنده مره وثلاث اولاد اتدمر البيت عليهم وماتوا وبعده بجيب لهم اكل ما هو جن انا اخذهم حوادث حقيقيه هلا اللي ما بيع انا بدي ارجع بدي بلش معك من الاول نعم هيدا الفيلم تصور على مدى اربع خمس سنوات مراحل رجعتنا فيها للحرب يمكن كتار هون رح يناقضك يقول لك هالمرحلة اللي نحن شبعنا منها وما بدنا إياها صحيح أي شعب هيدا؟ شعبنا نحن؟ ما شعبنا نحن ما هو مش هيك صرنا هون ايه؟ لا أنا لا بدي أذكره لا أنا بالقوة بدي أذكره لا لأنه قطعت فترة ما بعد الحرب كتير انحكى أفلام وثائقية أفلام بالسينما آخر شيء صار العالم إنه نحن صرنا ساتوري بدنا نعمل شيء جديد مين مرة شيء هيك درامي أنا ما عم بحكي هيك بس إنه عظيم عظيم خليني توثق الحرب اللبنانية عظيم أنا عم وثق حالات أنا شفتها شخصياً في مشهد أنا طبعاً ما لقيته كتير قاسي أنا خليني أقول هذا كيف انكتب الفيلم أنا كنت بمنطقة ما يسمى بشارع اللواء يلي هو شريف الأخوي طبعاً بتتعرفوا الاسم قبل كل شيء عفواً بين هلالين بدي اترحم على الياس ناصر الشاعر الكبير اللي كتب كلام يا جاي على بيروت تحرمها الكلمه الحره يلي يعني. قال اللي راحوا ما بيرجعوا والاغنيه هو راح الياس ناصر الشاعر الكبير كلماته وهذا صوته هذا صوته اصلا هذا اخر تسجيل من هنيك بعد اربع خمس ايام سالت عنه بالمستشفى والله يرحمه الله يرحمه فبدي اترحم عليه خلينا نرجع كيف كتبت ايه انا كنت لا موجوده الذاكره كثير 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 واضح وامبارح شفت اطمنت هلا كان عم يسالني الدكتور جمال فوق انه ليش ما بتكتب هيك قصه حياتك ما قبل التمثيل لانه عندي قصه حياه حلوه كثير ومدرسه وطنيه مدرسه معلش خليني اليوم انا استرسل الله يخليكم انا بعرف خذ راحتك الهوا هواك ايه. الله يخليك بس نحن ايه. من ضمن ايه. الحكي اوكي. بس طبعاً نحن طبعاً حابين طبعاً. نسوق الفيلم اكثر قال لي ليش ما بتكتبهم قبل ما يعني بيصير واحد ينسى بالعمر وانت قلتي لي قبل هلا بس بتقولي لي اسم الله عليك دائما ما هيك؟ ايه وتحيه لليليان بذات الوقت زيت التعبير بتتغزلوا نتغزل فيك ايه اوكي ميرسي كثير ميرسي على لطفكم وذوقكم هيدا الفيلم أنا كنت بمنطقة ما يسمى باللواء اللي شريف الأخوي يقول طريق كذا مفاتحة وسالكي وآمنة وسالكي وآمنة يوصل يقول بريمو غير سالكي وغير آمنة أوكي من حظي أني كنت هناك
على خط التماس حيط الجنين تبعي هو الحيط اللي بيفصل بيني وبين مطرانية الكاثوليك. عمولة لا يعرفوها الناس لأنه بيوم ما بدي أعملها أو قريبا بدي أعملها. نصحني هلا الدكتور جمال ولح بعملها. هلا هيدي المنطقة الأكثر اشتعال كانت. هلا هاي المنطقة فيها مسيحيين ومسلمين ونحن قلنا حق كفنانين نحكي سياسيين عم يحكوا. عظيم. أخذت الدور نفسه اللي أخده اللي خليني أقول رباني بالحياة مصطفى الحارس بسنة 58 نفس الدور. يعني كورنيش المزرعة كان طريق ما كان كورنيش كان بعده عم ينشأ. فيمينه كانوا نسبة السكان 99 فاصلة شيء بالمية مسيحيين والشمال 9 بالمقابل. فكان مكلفني بوقتها انه حبيبات قلبنا هونيك البنات بيجوا بيلعبوا فولي فول بالطريق وقال انا عم بقولها لاذكر ايفا مرتي بيلعبوا هيك بيلعبوا فولي فول وبالشرطات وبتعرفي بيجوا مسلحين من صيدفة من بسطة من اي مكان. قال لي هون بتمنع المسلحين يفوتوا هيدي شغلتك مقاومة ترك لنا المقاومة قلنا سلاحك وانت بتمنع المسلحين يفوتوا. وهنيك تعرفت على ايفا تعرفت ابوها وعزمني والى اخره. يعني بعدين زعل مني شو بدنا فيها بس اخذت له بنته لانه طائفي تاني مع انه انا من طائفتين وانت بتعرفي هيدا الشيء اوكي. بس انا مواطن قبل الطوائف اذا انا شفتهم كلهم هودي على الارض. انا سمعت الام اللي عم بتعيط لاولاد بالمنطقتين لانه انا كنت باسبرتو بروح يمين شمال يعني عم تروح كل الواقع. نعم شفت الام اللي بتعيط لاولادها بتقول لهم تعوا شوفوا هيدا اللي عم يسحلوه بالسياره مسلم او مسيحي وحده من التنتين. اف يعني هون عم نعيد التاريخ عم نحكي بالطائفيه اليوم هونيك عم نحكي من اي سنين وهي نفس الخبرية عم تعيد حالها. أنا عم جرب هيدا أعمله مدرسي. أنا بالكلمة اللي مرقت سريعة هلا طبعا هي هون بعدها سريعة بدي بطئها. أنا عم بقول للناس احصروا خلافاتكم تحت سقف العلم اللبناني واعملوا اللي بدكم إياه تحته بس الباقي أنتوا عم تمزقوا وطن. بالزمان كان عندي مسرحية اسمها أبو عصام رح نسمع خبريتها بس مضطرين نطلع بريك دقيقة وربع ومنرجع. أوكي بدي اقول لجمله تفضل جمله. اول صف كانوا بالبيكاديلي وبالاتانيه بيجوني. اول صف معروف بابازيت بيجو 25 ليره كان الكارت وقتها غالي فبابازيت. فباخر المسرحيه وعم بحكي عن الحرب انا وكيف اللي بالصدفه سنجري وصار بطل حرب ومدري شو حديت وصار بطل الى اخره بطل زاروب. فقال لهم بالاخر طبعا حامل فرد كوي بوي ومسابح وسناسل بايدي والى اخره. قال لهم بكرة إذا سألوكن أولادكن عن الوطن شو بتقولوا له؟ شنطة ضبيتوا فيها المصريات وسافرتوا؟ يضحكوا يزقفوا أكتر. قلن عم قول عنكن هلأ بهيدا الفيلم قايل أكتر عنهن. هودي اللي مفتكرين الوطن باسبور غير لبناني بيركبوا بالطيارات وبيسافروا. أستاذ فؤاد شرف الدين رح نحكي أكتر ليش هلأ قررت تطلق الفيلم من بعد هالبريك. صرخة الأبرياء لفؤاد شرف الدين كتابة بطولة وإخراجا. ذكرنا قبل ما نطلع بريك شو الأسباب يلي خلتك تكتب هيدا النص. تمر قبل البريك قالت لك ليش اليوم أطلقته. أنت مثل ما بنعرف أنك صورته شي من 5 سنين شي من 3 سنين يعني في مقتطفات من سنوات قطعت ورجعت منتجتها بالطريقة اللي أنت بتشوفها لازم تطلقها. ليش اليوم تحديدا هل أنه نحن عم نرجع نعيش وجع من جديد بلبنان ولا خوفك على مستقبل لبنان؟ الخوف قائم ما راح عندي ابدا ولا بفتره من الفترات. وبناء على هيك في جمله قال الصديق العزيز مايكف غالي قال لي اياها من 5 6 ايام قال لي الجبان هو اللي بيسافر القبضاي هو اللي بيبقى بلبنان. فانا بقيت بلبنان انا ما سافرت ما
ما يعني ما سافرت بمعنى اني روح ما ارجع او روح بترمل. انا نزلت باول طياره من باريس لما فتح مطار بيروت، اول طياره 17 راكب كنا، مع انه كان عندي عرض اني ابقى. وجيت قابل طيف شاهدي علي وحكمته بي كانوا بمونتي كارلو. اوكي عندي عرض شغل يعني. اوكي انا هلا الفيلم هيدا انا بذكر انه ب 58 رحت لاحضر اول حفله عرض لفيلم جميلة بحيرد. فتنا على السينما ما في شيء ابدا، ما كان في شيء. ظهرت من السينما بين انا بنطر اذا ما لحقت يعني اذا ما ظهرت قبل ما ينزلوا الاسماء او شيء فما بقعد افوت بالعشقه، ما بحب العشقه هيك وقديفش. فتاخرت بين ما انا وصلت لبرا، طبعا كان كومبليت صالي، بين ما انا وصلت لبرا شفت ناس عم بتكسر سيارات وتخبط بالعصي وقامت القيامه وناس عم تروح جهة الجميزة وناس عم تروح جهة رياض الصلاح. يعني انقسمت الناس فورا. وشفت واحد بهيداك الوقت سحب فرده قوس ثلاث طلقات هيك وثلاث طلقات هيك وبلش يطلع رصاص بالتعادل. عظيم. كأنه ناس قوسوا على غيرهم ونفس الشخص. أنا عم بعمل هلأ بهيدا الفيلم بركي بعمل نفس الشوك، بخلق نواة مواطنين. عرفت بالزمان عرفت خلقت صرخة بالزمان الأبيات. خلقت نواة ضباط، نواة عسكر، نواة ضباط. برأيك اليوم وعم يسمعوني كلهم هلا تقدر تخلق مثل قبل؟ يعني مجتمعنا اليوم والمنافسة اليوم وطريقة التفكير اليوم تقدر تخرق فيها مثل بال 58 وبال 60 وبال 70؟ اللي حاصل بالفيلم لاحظت فيه مشاهد هادية رائعة وعم تلبس ثياب جمانة معك وحلوة. تحياتنا لجمانة بنتك بتعقد كمان لحي موجودة معنا بالاستوديو. وأنا بدون دقن ما انا رجعت جيت وقلت خلصت القصه ورجعت عادي مهندس وعم برجع مهندس زراعي، هذا شغلتي كانت بالفيلم مهندس زراعي ورجعت اشتغل وعادي وانه خلص اللي صار صار. رجعوا اجوا هن مره ثانيه. هيدا الفيلم الناس رح يشوفوا بكره. ليش بعد ما انعرض؟ خلينا قبل ما يخلص الوقت، ليه بعد ما انعرض بالصلاه؟ الوقت عندكم قصير كثير بس له ثمن. هو دائما الشيء الحلو هيك هو وقتنا سريع. مش قصير فعليا بس الوقت معك بيقطع بسرعة. هيدا ليش قلت الدكتور دوري الهاشم؟ لانه الدكتور دوري الهاشم انا بهذا الفيلم لاخر ثلاث دقائق لتعرفي مين طيب ومين ميت جوا بالشخصيات، يعني يشابه فيلم باسنجر ما هيك معروف. بس انا والله اني مش اخذ منه، انا راجع بالذكريات. انا رايح من مكان معين من مستشفى دير الصليب بالذكريات لورا. اوكي هلا ليش ما انعرض بالزمان مثل ما صار معي بإيفانوفا؟ بس انا رح بحكي عن هيدا انه انت ليش طيب ما حاطط لك هيك، خليني اقول جملتي اللي معروفه، اللحم اللبناني الابيض المتوسط ما انه موجود بالفيلم. في وطن هون بس في افلام خلينا نحكي المضبوط، في افلام عم تقطع فيها وجع ما فيها افلام تسليه. هيدي افلام تسليه. شوفي افلام فؤاد شرف الدين الاكشن بيجيب هون، اكشن فؤاد شرف الدين بيجيب هون، الافلام السينمائيه اللي يعني في تصنيف للافلام لما عم تعمل فيلم اكشن ما بيبقى. اعطيني اسم اعطيني اسم اعطيني اسم فيلم. فيلم اللي عمله مثلا اللي نزل لجورج خباز بطولته. جورج خباز انسان خارق، شغلته خاصه فنان شامل من ظفره لشعره لفوق. وجورج خباز انسان مسرحي، مسرحياته كانت تكون كومبلي لانه عنده طريقه ببيع التذاكر نفذها بالسينما. ايه بس في افلام حتى افلام للتسليه بيبقى في بطله حلوه بس ما ضروري يكون تركيز على ما بيقبل على القصير وعلى غيره. لا الموزع عم بلا، بيبقى في جمال يمكن الموزع عم بلا، في عندي جمال بس الموزع عم بلا بده هيك. لا هلا هلا هيك انقال لك، هيك انقال لك لما ينعرض الفيلم هذا هو السبب. ما انه انت عمول اعلانات وانا بدي الاعلانات، انه انت عمول الاعلانات يا اخي نحن بنعرض. لا بدهم يعرضوا طبعا الامبير كلهم بدهم يعرضوا، ما في شك في وقت يعني رح تنزلوا بوقت معين. ايه بعتقد بكره عندي مقابله مع شركه اعلان جديده انه بتعلن وبتقبض بس ينعرض الفيلم. اوكي لانه انا في انا وفي شريكي جورجي شخص مادياته منها هالقد بس حبه للعمل حبه للقراءه فوته بالفيلم عظيم. فانا وياه وضعي طبعا الشخصي انت بتعرفي انه انا مرقت بازمه ما هيك، فماني قادر بقى ماني قادر وما اجاني شغل ما عم بشتغل، يعني ما اجاني اللي انا بشتغله.
والله بتفوت في نقطة كمان كتير مهمة عن جد، حابب انه توضح لنا الفكرة. كنت عم بتقول من شوي انه عرضت هيدا الفيلم على ثلاث مخرجين وما فهموا شيء. ما انه وين صاروا هودي القصص؟ وين كانوا عايشين هن يعني المراحل؟ لانه كانوا بيوتهم، لا كانوا بيوتهم بعاد بمناطق بالجبال، سواء باي منطقة من الجبال، ما بقصد منطقة معينة، معايشوا ما شافوا، مش على خط التماس، يعني ما عم يشوفوا الحواجز، ما عم يشوفوا شو عم بيصير، ويمكن ما عم يقروا، وما كان بوقتها في التلفزيونات. طبعا معروف الـ LBC اي سنة طلعت، كان في تلفزيون لبنان، تلفزيون لبنان كان دائما يهدي يروق الأوضاع، لأنه ماشي الحال شوية هيك، بس هدول الديتايات اللي أنا فايت فيهم ما حدا شايفهم، بده يكون بس يمكن نحن مش على أيامنا البداية، بس نحن كلنا بنعرفهم يعني كل هول عايشينهم إذا بدك عزي. بطريقة أو بأخرى إيه بس لهلا يعني إيه بس من خلال أنت فايت ديتايلز أكثر لقصص أنت شايفها. على ما يبدو هيدي القذائف اللي عم تنزت حوالينا قبل مش هلا فيها شيء بيعمل نسيان. أنا عم ذكر الناس، أنا عم ذكرهم. طيب ليش ما له شيء؟ ليش نحن يمكن ما حدا ناسي استاذ فؤاد بس حابين نحن نطوي الصفحه. عفواً. ما فينا نطوي الصفحه. ما واحد شوفي اللي بده يعيش المستقبل بده يتذكر الماضي. تعيش المستقبل صح. ما بصير انه طوينا الصفحه، طيب طويناها على شو؟ عالجناها؟ عالجنا الاسباب؟ شوف الشارع شو فيه اليوم. شوف الشارع شو فيه. كيف بنكون عالجناها؟ هي وحده، الوحده الثانيه الحرب الفيتنامية قديش لها خالصة، الحرب الكورية قديش لها خالصة، عم يعملوا أفلام جديدة الأمريكان عنها ولا لا؟ شو عم يعملوا ولا لا؟ مش هلأ 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 بشار في فيلم عنهم، مش هيك؟ دائما عم يعملوا، ما بدأ، ما فينا نقول، ما فينا يعني أنت في رسالة من خلال هيدا الفيلم إنه الوجع لازم على طول نرجع نتذكره لنتعلم منه لنتعلم منه ما طيب إذا واحد وقع أهم شيء. أنا مرة عندكم ما تفركشت لا بس مثلا لو حد يعني لنفترض أنا في درجتين عندكم هون أنا شي مرة قمت ومستعجل هيك مثل ما هلا شديتوني برافو عليكم برافو عليكم أخذتوا طلعتوهم وتفركشت بدرجة طيب تاني مرة أكيد ما راح بتفركش فيها طيب لازم الواحد يضوي على الوجع ما هو بيقول الحكيم بإلا المدنية اللي كنا ندعيها ما نحن بلبنان شو ندعي اخترعنا الحرب واللون والول والول ركبنا المراكب وطلعنا بالبحر ما هيك هيدي انه نحن متقدمين طيب ممنوع اقول كلمة طز يمكن بهالمدنية اللي حولتنا لوحوش بين ليلة والتانية انه هذا مسيح اقتلوه هذا مسلم اقتلوه يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني في عبره نقدر نتعلم منها لانه بتحس قد ما مشربك الوضع عنا دائما عنا ما على الرسول إلا البلاغ مع طبعا الفارق بيني وبين الرسل يعني أنا كل واحد امتلاءا من حاله أنا ضميري بيقول إنه المواطن إذا شاف حدا كب زبالي إذا ما قدر يربيه بالقليل يشيل هو الزبالي ويحطها بالتنكي من هون بتبلش المواطنة بتبلش من هون إلى آخر السلم شفت واحد جايب بارودي على بيته أنا لازم أتصل بالجيش بالقوى الأمن بأي جهة مناسبة قل لهم شفت اثنين ثلاثة معهم وبوريد طلعوا في شيء عم ينعمل هلا بيجوا هني بيشوفوا صحيح اللي عم بقوله ولا لا هيدي المواطنة اللي بده يحافظ على وطنه بهالشكل هيدا بيحافظ عليه وإلا اللي ما مصدقني يروح يمرق قدام الأمن العام ويشوف السوريين كيف واقفين وقدام يمطروا ليوصلوا ليأخذوا الإقامة طيب نحن وين بدنا نروح؟ معلش بالزمان كنا اذا واحد بده يتهجر الفقير عم بحكي الفقراء يلي هن نحن نسبه الفقر عندنا معروفه ما هيك قد ايه؟ نحن نسبه انبسطتوا كثير بمقابلتي لا نحن مبسوطين مش بمقابلتك نحن ناطرين وجودك بحديثك بس الوقت اكيد خلص وبيقطعنا له ثمن بس اي متى صارت الابرياء؟ سون يعني اي متى؟ يعني ان شاء الله بعد مقابله بكره بصير قصه اسابيع ما بقى اكثر ان شاء الله ما بقى أكبر إن شاء الله ألحق ماني متشائم دائما أنا متفائل وقال ما رجعت على لبنان مع مرسيل غانم قلت أنا هاجرت وما بقى رجعت ما بقدر هيدي بيروت ترجعت بس أنت كمان هيك متأرجح ما بين لبنان والقاهرة القاهرة شغل هذا شغلي إجاني مسلسل لأنه أنت بتعرفي هون شو بيندفع أنت بتعرفي أنت شخصيا أنا هون شو بيندفع أنت هلا أنت صرتي معنا ايه انت دورين هلا فهون اجار شيء انا بعيش من ورق الاجار اللي بقبضه بالقاهره وهون دائما مع تحيه يعني لزياد الشويري
اول كلمه قال لي اياها انه انت بتعرف انا ما في ادفع الاجار اللي بيدفعوه بمصر، يعني اللي انت بتاخده بمصر، بس انت بلبنان وانت لبناني. قلت له صحيح 100%. 100%. استاذ فؤاد اكيد بدا قعده ثانيه، عن جد انا انبسطت تعرفت عليك عن قرب اكثر وحمستني لارجع اعيش هيدا الوجع اذا بدك. يا ميت اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك وأتشرف دائما وابدا والله. ميرسي لك. تسلموا لي. وفعلا بدنا قعده ثانيه لنحكي عن نشاطات كمان الحلوه اللي عم تقوم فيها بمصر، في كثير اخبار، انا سرقت الاخبار من جمانة عرفت كل شيء، بس بكره بنرجع بننقلها لكل المشاهدين. يا ريت تكون عصافير لحطوا حدا. حبيبي شكرا لك ومشاهدينا، بكره عيون بيروت من جديد بلاقيكم مع ليليان، كونوا كتار وتابعونا.